السلام عليكم مشاهدينا الكرام. من أبو عبيد القاسم بن سلام؟ وما مكانته العلمية؟ وما مذهبه النحوي؟ ما مؤلفات أبي عبيد العلمية؟ وما أهمية كتبه الغريب المصنف، غريب الحديث، فضائل القرآن، الأجناس، الناسخ والمنسوخ والأمثال؟ وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان القاسم بن سلام العالم الموسوعي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع القاسم بن سلام العالم الموسوعي. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. مرحباً بكم أستاذنا. أهلاً وسهلاً ومرحباً. ونرحب أيضاً مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور علي بن العجمي العشي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة قطر. حياكم الله، مرحباً بكم دكتور. مرحباً بكم أخي الحبيب، أهلاً وسهلاً بكم السادة المشاهدين لقناة الرافدين. أهلا ومرحبا. ونبدأ دكتور حمدي، حدثنا متفضلا بدءا عن أبي عبيد القاسم بن سلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين بن زيد الهروي البغدادي مولى للأزد من أبناء خراسان. كان أبوه سلام مولا أو مملوكا روميا لرجل من أهل هرا، وكان يعمل حمالا، يعني كان أبوه رجلا بسيطا. وقد ولد أبو عبيد سنة 50 و100 في هرا بإقليم خراسان كما يروي ابن الجوزي. نعم، يعني أصله غير عربي. غير عربي، من نعم. خراسان هرا. نعم. هرا. نعم. وأغلب العلماء كانوا من هذه المناطق. نعم. سبحان الله. نعم. طبعا أغلب العظماء والعلماء من غير العرب الأوائل لا نعرف شيئا عن بدايات تعلمهم وعن بدايات نشأتهم، لأن التاريخ لا يعنى إلا بالعظماء. صحيح. أو لا يعنى بالعظماء إلا عندما يشتهرون. أما في بداياتهم فلا يعرفون، وخاصة أنهم من أبناء البسطاء، ولا سيما خارج هذه المدن العلمية. نعم. بغداد والبصرة والكوفة. نعم. وما شكله. نعم. يعني مما يعرف عن فترة نشأته أن أباه رأى علامات النجابة والذكاء عليه. نعم. فأرسله إلى الكتاب. والكتاب له من المزايا ما له في الدول الإسلامية من بدايتها إلى وقتنا القريب. نعم. يعني تخرج العلماء، أغلب العلماء الذين برزوا في العلم تخرجوا في الكتاب أولا، لأنهم يتعلمون القراءة والكتابة ويحفظون القرآن الكريم ثم يستكملون بعد ذلك. نعم. لذا يعني أنتج لنا الكتاب علماء فطاحلة كبارا. لذا يعني لعل المسؤولين يراجعون أنفسهم ويهتمون بالكتاب اهتماما كبيرا في هذه الفترة. نعم. للحفاظ على اللغة العربية وعلى القرآن الكريم. هذه نشأته، ثم نشأته. سافر بعد. نعم. ذلك ثم بعد ذلك سافر إلى البصرة والكوفة، وكانت في ذاك الزمان محط العلماء، يعني البصرة والكوفة قبل أن تكون بغداد. بغداد. صحيح. نعم. فذهب إلى هناك وتلقى، بعد أن تلقى على علماء بلده في هراء. نعم. وسافر أيضا إلى دمشق، وسافر إلى مصر، وسافر إلى مكة. بغداد أيضا. نعم. يعني طوف في بلاد العالم الإسلامي. نعم. وكان من العلماء المتدينين الورعين الكرماء. نعم. يعني من مما يحكى عنه في حاله في الليل ونحن في شهر كريم، يعني أبو بكر بن الأنباري يحكي عنه يقول: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا. نعم. فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنع الكتب ثلثه.
ما شاء الله. نعم. سكن مكة قبل وفاته دكتور؟ نعم، هو عمله كان مؤدبا وعمل قاضيا لمدة 18 سنة. نعم. وسكن مكة قبل وفاته، وكان قد أراد الخروج إلى العراق، فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يصافحه ويسلم عليه، وعند النبي صلى الله عليه وسلم في أناس أو حجاب يدخلون أناسا ويمنعون آخرين، فكانوا يمنعونه، فلماذا تمنعونني؟ أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له إنك أقريت إلى العراق أو إنك مسافر إلى العراق، فقال يعني لا أسافر. فأخذوا عليه العهد، فلما أخذوا عليه العهد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ في الصباح فاسخ كريه هذا الذي كان قد أكرهه بالنسبة للسفر، وبقي في مكة إلى وفاته سنة 24 و200 من الهجرة رحمه الله. رحمه الله تعالى. إذن دكتور علي نرحب بك مجددا، حدثنا متفضلا عن شيوخه وتلامذته، تفضل. بارك الله فيكم أستاذ، وإياكم تحية لهذه القناة الرائدة إن شاء الله، وأحيي ضيفكم العزيز الأخ الدكتور حمدي بخيت، وأشكره على ما تفضل، وربما تفاعلا قبل أن نبدأ في شيوخه وتلامذته، تفاعل صغير أنه في سير أعلام النبلاء ذكر شيخ المحققين الإمام الذهبي أن ميلاده كان سنة 157 للهجرة، وأن ما تفضل به الأستاذ الدكتور حمدي بخيت من أنه كان عبدا، والده عبدا روميا، هذا سليم ودقيق جدا، وأنه في صغره لم يشتهر على عادة التاريخ، يعني لا يذكر إلا النابغين والنابهين من أهل العلم بعد نبوغهم. صحيح. ولعلنا هنا لمحة مهمة استكمالا لما تفضل به، أنه سبحان الله العلم يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. فبالعلم ارتفع هذا الرجل كما ارتفع غيره، وأذكر في هذا السياق العالم الكبير عطاء بن أبي رباح، يعني يذكرون في ترجمته أنه كان عبدا حبشيا قبل أن يعتق، وأنه يعني كان أعور ثم عمي في آخر حياته، وكان أعرج ثم شل في آخر حياته، ومع ذلك على هذا، وكان فقيرا معدما كما ورد في سيرته، وكان يرفض هدايا الملوك، ومع ذلك حين قدم يعني سليمان بن عبد الملك حاجا طلبه إليه، حين سأل من أكثر الناس علما بالمناسك، قالوا عطاء، طلبه فقال عليه أن يأتي إلي في مجلسي. نعم. والعلم يؤتى ولا يأتي، واضطر يعني. نعم. الخليفة أن يأتي إلى يعني صف طويل من الناس ينتظرون دورهم، فأراد أن يدخل، قال خذ دورك يا أمير المؤمنين. مقدمة واستهلاب جميل يدل على مقام العلم والعلماء. نعم نعم. بارك الله فيكم أستاذ، وحياكم الله، تفضل. فيما يتعلق بشيوخه، أبو عبيد القاسم بن سلام تلقى العلم عن عديد العلماء، تلقى علوم الأدب واللغة والحديث والقراءة وغير ذلك من العلوم على علماء عصره في العراق والشام، سمع من إسماعيل بن عياش كما ورد، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن عليا، ويزيد بن هارون، والمحدث الشهير عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان كذلك من علماء اللغة الذين تتلمذ على يديهم، وروى عنهم ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والفراء وغيرهم. ومن البصريين الذين روى عنهم أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام الأصمعي المشهور، وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري. ومن الفقهاء الذين ثبتت مجالسته لهم فقيهين من كبار فقهاء الأحناف، وهما
صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. نعم. هؤلاء أشهر شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام. ولا شك أن هذه الموسوعية في أعداد العلماء الذين أخذ عنهم، نعم، في تنوع اختصاصاتهم، هذا الذي جعل مقام أبي عبيد بعد ذلك ما سناتي إلى بيانه. أما تلامذته فتلقى عليه كثير من التلاميذ، وبعضهم اشتهر وذاع صيته وصار يشار إليه بالبنان، منهم أبو العباس الوراق المتوفى سنة 270، أبو العباس المقرئ، أحمد بن حنبل يعني مؤسس المذهب الحنبلي توفي 241، الإمام البخاري صاحب الصحيح توفى 256، الإمام الترمذي، أبو بكر بن أبي الدنيا، يعني أبو الحسن البغوي وغيرهم وغيرهم، الإمام الدوري صاحب القراءات، وكيع بن الجراح من كبار المحدثين، الإمام الدارمي وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. نعم. معلوم أنه أيضا ممن تتلمذ على يديه ألا الصبيان، كان مؤدبا، نعم، معلما للصبيان، ويروى أنه عاد إلى خراسان سنة 191 للهجرة، وكان مؤدبا لأبناء هرثمة وأعين أحد ولاة هارون الرشيد، ثم اتصل بثابت بن وصر الخزاعي وأدب ولده، نعم، ثم لهذا ولاه القضاء كما ذكر الدكتور حمدي بخيت، نعم، قضى هناك 18 سنة. نعم 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 دكتور، بارك الله فيك. ثابت. نعم، سأعود إليك مرة أخرى دكتور علي، وأدعوك وأرجو منك ومن دكتور حمدي أيضا أن نحاول أن نختصر لكي نصل إلى بقية الأسئلة، لأن الوقت لا يسعنا بذلك. دكتور جزاكم الله خيرا. دكتور حمدي، ما مذهبه العقدي والفقهي واللغوي وأقوال العلماء فيه باختصار؟ تفضل. كان أبو عبيد القاسم بن سلام من أهل السنة والجماعة على منهج أهل الحديث. أما في المذهب الفقهي فطبعا منهم من قال بأنه شافعي، ومنهم من قال بأنه حنفي، لأنه يعني تناظر مع الإمام الشافعي، وقيل بأن الإمام الشافعي أخذ برأيه في موضوع القرب بمعنى الحيض، ولذا قالوا بأن الإمام الشافعي له مذهب قديم في أنه يأخذ كما يأخذ الأحناف بأن القرب معناه الحيض. المهم في الناحية اللغوية، هو تلقى على علماء المدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، فمن ناحية اللغوية هو يجمع بين المدرستين، بغدادي في الناحية اللغوية. أما في الناحية النحوية فقالوا إنه كوفي، هكذا ترجموا له. نعم، بأنه كوفي من ناحية النحوية، ولذا من الذين ترجموا له الأزهري في تهذيب اللغة يقول جعله في صدر الطبقة الثالثة من العلماء الذين أخذ عنهم، قال فيه كان دينا فاضلا عالما أديبا فقيها صاحب سنة معنيا بعلم القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المشكل. وذكره الزبيدي في رأس الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين، وذكره أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين بين علماء الكوفة، وذكره صاحب تاريخ الأدب العربي كما قلنا من أشهر تلاميذ الأصمعي، يعني بصري. في الخلاصة بأنه في النحو كوفي وفي اللغة بغدادي. أم من أقوال العلماء نأخذ يعني بعضا من أقوالهم، مما ذكره عبد الله بن طاهر، نعم، وكان من الـ الأمراء الذين يهتمون بالعلم وأهله، نعم، وكان يجري له راتبا كل شهر. قال علماء الإسلام أربعة، نعم، عبد الله بن عباس في زمانه، نعم، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في زمانه. وقال إسحاق بن راهويه من الحنظلي يحب الله الحق، نعم، أبو عبيد أعلم مني،
نعم. أبو إسحاق بن إسحاق بن راهويه معلوم في الحديث ومن هو. نعم. ومن أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي. ما شاء الله. نعم. وقول أحمد بن حنبل أيضا قول جميل. نعم. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد القاسم بن سلام ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا. وقال كذلك: أبو عبيد أستاذ. ما شاء الله. نعم. أما ثعلب؟ أما ثعلب فقال وقال لو كان نعم في بني لو كان إسرائيل. أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. نعم. كلام كبير. نعم يعني حتى يعني الخطيب طبعا ذكر والإمام الذهبي وكثير من العلماء نعم الذين ذكروا عنه يعني من الروايات. نعم. إبراهيم بن الحربي ابن إبراهيم الحربي قال: أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا. نعم. تعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد القاسم ابن سلام ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح. نعم. ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا. ورأيت أحمد بن محمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنف. يقول ما شاء ويمسك ما شاء. نعم. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر دكتور. نعم. دكتور علي، حدثنا متفضلا عن كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، نمر عليها سريعا وبعد ذلك نفصل، تفضل. بارك الله فيكم أستاذ. الحقيقة دكتور، لعل ما وصل له هذا الرجل العظيم من مصنفات عدت من أمهات الكتب، لعل السبب في ذلك كما قلنا من قبل هو موضوع الرحلة في طلب العلم التي وصل فيها شأوا كبيرا، ولهذا ترك ثروة عظيمة من المؤلفات في علوم القرآن الكريم، في علوم الحديث الشريف، في اللغة، في الأمثال، في الأنساب، هذه بصفة عامة. في جملتها قيل أنه ترك أكثر من 30 كتابا ذكر معظمها في كتب التراجم والطبقات، منها الغريب المصنف في علم اللسان، غريب الحديث، غريب القرآن، معاني القرآن، الشعراء، المقصور والممدود، القراءات، النسب، الأمثال، السائرة، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، الأيمان والنذور، له كتاب في العقيدة بعنوان الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. نعم. له كتاب عجيب، يعني ربما سأفصل فيه القول بعد قليل. هو كتاب الأموال. نعم. إذن يعني ما شاء الله عالم فعلا، هو عالم موسوعي. سنفصل بعد ذلك إذا أذنت في كتاب الأموال في نقاط صغيرة باختصار، تفضل. يعني هذا الكتاب أستاذنا الحقيقة يعد من أمهات ما ترك أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال تناول فيها وعرض فيها للآيات أولا الحديث والماثورات والوقائع والتطبيقات في موضوع الأموال في الشريعة، تناول اجتهادات المذاهب الفقهية في هذا الميدان، نقد سند الروايات وتفحص المتون ورجح ما رآه راجحا، حدد في هذا الكتاب أبو عبيد الموارد العامة التي تجمع لصالح بيت المال والمتجلية في الخراج والجزية والزكاة، لكن أهم ما تناوله النفقات العامة من مصارف الفي، الخمس، الزكاة، مصارف الجيش، إحياء الأراضي، ثم تحدث عن عدالة التوزيع في الثروة، يعني مسألة تداول المال، المحاسبة المالية، تحديد الملكية الخاصة، المواثيق والعهود بين المعاهدين وبلاد المسلمين، يعني ما يعرف اليوم بالقانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام. حقيقة كتاب يحتاج إلى مزيد الانتباه لمثل هذه الثروة التي خلفها أبو عبيد القاسم ابن سلام. بارك الله بكم دكتور. إذن الآن مشاهدينا الكرام، قبل الحديث عن كتب ابن سلام بالتفصيل، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب. ستكون هذا الأسبوع مع كعب بن مالك رضي الله عنه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك أحد شعراء النبي،
هو أبو عبد الله كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة، واشتهر في الجاهلية، وكان في الإسلام من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أكثر الوقائع، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد تخلفهم عن غزوة تبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف، قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت، قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا، رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا، أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا، بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا، لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بعد فاصل ديوان العرب، والآن نأتي إلى الكتب ونحاول أن نفصل بها فيها بقدر الوقت، ونبدأ دكتور حمدي من كتاب الغريب المصنف، تفضل. الغريب المصنف من الكتب الرائعة في معاجم الموضوعات. نعلم بأن العلماء العربية بدأوا بكتابة الرسائل أولا، ثم ثنوا بعد ذلك بكتابة المعجمات، فمن من معجمات الموضوعات الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، وقد مكث في تأليفه 40 سنة يتلقف اللغة والغريبة من أفواه الأعراب. 40 سنة. 40 سنة في هذا الكتاب. كما في هذا الكتاب. ما شاء الله. يعني بداية الأمور. قضى عمره في هذا الكتاب. كان مفتوحا لمدة 40 سنة. لمدة 40 سنة. لأنه يتلقف ليبني معجما كاملا من أمور مختلفة. ويعد هذا أول معجم عربي في الموضوعات. أول معجم موضوعات في اللغة العربية وصل إلينا الغريب المصنف لأبي عبيد، واعتمد عليه كثير من كتاب المعجمات الذين أتوا بعده، سواء في المعجمات الموضوعات أو معجمات الألفاظ. طبعا الكتاب أشاد به العلماء، وهو نفسه كان يعني يقول هذا الكتاب يعني غريب المصنف أحب إلي من 10,000 دينار. نعم، بذل فيه مجهودا كبيرا. والكتاب مقسم إلى 25 كتابا، يحتوي كل كتاب منها على عدة أبواب، يعني يقسمون كما نقسم الآن إلى أبواب وفصول، والفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب، كانوا يقسمون الكتاب إلى كتب وإلى أبواب ثم مسائل. فاحتوى أيضا على 900 باب، لكن الأبواب تختلف طولا وقصرا. أطول الأبواب 7 صفحات وأقصرها نصف سطر. نصف سطر. نعم. نصف سطر باب هذا. باب. نعم. داخل تبع مختصر. الكتاب. نعم. الكتب سريعا حتى يعرف المشاهد الكريم موضوع معجمات الموضوعات. قسمها إلى كتب داخل هذا المعجم. نعم. نعم. كتاب خلق الإنسان. كتاب النساء. كتاب اللباس. كتاب الأطعمة. كتاب الأمراض. كتاب الدور والأراضين. كتاب الخيل. كتاب السلاح. كتاب الطيور والهوام. كتاب الأواني والقدور. كتاب الجبال. كتاب الشجر والنبات. كتاب المياه والقنا. كتاب النخل. كتاب السحاب والأمطار. كتاب الأزمنة والرياح. كتاب أمثلة الأسماء.
كتاب أمثلة الأفعال، وهذه يعني أمثلة الأسماء صرف وأمثلة الأفعال صرف، كتاب الأضداد لغة، كتاب الأسماء المختلفة للشيء الواحد، شيء واحد له عدة أسماء هذا المترادف، كتاب الإبل، كتاب الغنم، كتاب الوحوش، كتاب السباع، كتاب الأجناس. كل هذه الكتب، كل هذه الكتب في كل موضوع يعني. نعم هو اللفظ الغريب موضوعات يعني. نعم. خلق الإنسان موضوع. نعم النساء موضوع. أورد فيه كل لفظ غريب في بابه يعني. في بابه هكذا. نعم. طبعا المشاهد الكريم يعرف بأن أكبر معجم في معجمات الموضوعات هو المخصص لابن سيدة الأندلسي. نعم. صحيح. نعم. إذن من هنا دكتور علي نحاول أن نختصر أيضا تكرما منكم في كتاب آخر مهم جدا هو كتاب غريب الحديث، تفضل دكتور. بارك الله فيكم سيدي. يتعلق بهذا الكتاب في الحقيقة كتاب غريب الحديث، هذا صنفت فيه مصنفات كثيرة موضوع غريب الحديث، وتوسعت طبعا هذه الكتب شيئا فشيئا، بدأت ربما بأوراق معدودة عن أبي عبيدة، ولكن للأسف لم تصل أوراق أبي عبيدة إلينا. أول ما وصل في موضوع غريب الحديث هو كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، توفي كما هو معلوم 224 للهجرة في مكة المكرمة. ثم بعد ذلك اشتهر كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، جاء بعد أبي عبيد بحوالي 50 سنة، نصف قرن. ثم غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، ثم غريب الحديث للإمام الخطابي البستي الشهير أبو سليمان 388. وألفت بعد ذلك كتب كثيرة، لعل أهمها كتاب النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات ابن الأثير توفى 606. على العموم كتاب غريب الحديث لأبي عبيد سيدي من أشهر ما قيل فيه كلام الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي توفى 463 للهجرة على الأرجح، يقول هو كتاب غريب الحديث، من عمله أبو عبيدة وقطرب والأخفش والنضر بن شميل، ولكن قل مئته بالأسانيد. وعمل أبو عدنان النحوي البصري كتابا في غريب الحديث وذكر فيه الأسانيد وصنفه على أبواب السنن والفقه، إلا أنه ليس بالكبير. هنا يأتي دور أبي عبيد فيقول: فجمع أبو عبيد عامة ما في كتبه وفسره وذكر الأسانيد وصنف المسند وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدة، وأجاد تصنيفه، فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه. هكذا يقول أن أول من سمع هذا الكتاب من أبي عبيد نفسه هو المحدث الشهير يحيى بن معين. وكذلك عرض الكتاب على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه وقال جزاه الله خيرا. وهكذا. نعم. إذن من هنا دكتور حمدي ننتقل إلى كتاب آخر مهم هو كتاب فضائل القرآن. نعم. يعني من الكتب المهمة ونحن في شهر فضيل كتب الفضائل، وخاصة ما يتكلم عن فضائل القرآن. فالقرآن الكريم الذي نزل أو كان أول نزوله في شهر رمضان، أو إن أنزلناه في هذا الشهر الكريم، نزل في هذا الشهر الكريم، يجدر بنا أن نعرف شيئا عن كتاب في فضائل القرآن حتى نهتم بالقرآن قراءة وتدبرا. من هذه الكتب كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كعنوانه عنوان فضائل القرآن معالمه آدابه، يتحدث عن موضوعات ثلاثة. والكتاب يعد بحق أول كتاب في علوم القرآن والدراسات القرآنية. سنذكر تفصيلا بعض الشيء. يعني الجزء الأول فضائل القرآن، هذا المحور يضم الأبواب من الأول إلى الثامن، ومن الثاني والثلاثين إلى 49، ويدخل معها كذلك الباب 63 لحديث أبي عبيد فيه عن فضائل كل السور،
سور القرآن، آيات القرآن، حامل القرآن، قارئ القرآن، سامع القرآن، معلم القرآن، الناظر في القرآن، الاستشفاء بالقرآن، كل ما يتعلق بفضائل القرآن. نعم. يعني نعم، كل أبواب هذا القسم مركزة على الأحاديث والآثار التي ذكر كثيرا منها الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن والمسانيد بمثل تلك الألفاظ أو نحوها. الشيخان يعني في البخاري ومسلم. الشيخان البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. نعم. نعم. أبو عبيد في هذا القسم يتدخل من حين لآخر موجها الأحاديث والأخبار، مناقشا بعض الأسانيد، مقارنا بين الألفاظ عند المحدثين وعند اللغويين، مبديا رأيه في كل ما ذهب إليه. أبو عبيد طبعا لم يكن ناقلا فقط أو ذاكرا فقط، وإنما هو عالم مجتهد له رأيه. صحيح. وله مكانته. القسم الثاني معالمه. يبدأ من الباب 50 إلى الباب 70 ما عدا الباب 63. ماذا يقصد بالمعالم هنا دكتور؟ ماذا تناول فيه؟ ستعرف الآن المعالم. نعم. يشمل هذا القسم نزول القرآن ومدته وكتابته وجمعه وتوزيعه ومكيه ومدنيه ولغاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه وأوائله وأواخره وقراءه وقراءاته وتفسيره وإعرابه وتأويله بالرأي وأجزاءه ومصاحفه اختلافها ورسمها وتعشيرها وتزيينها بالذهب والفضة وكتابتها وبيعها وشراءها وحملها. كل هذا التوسع فيه في كل هذا هو كتاب بالفعل. يعد بحق كتاب يعني يشبه الإتقان في علوم القرآن مع بعض الأمور التي هي غير موجودة فيه. نعم. بقية الآداب باختصار. الآداب طبعاً. طبعاً في جزئية مهمة أيضاً، الكتاب يعد مصدراً من مصادر القراءات الشاذة. لذكر تكلم عن القراءات الشاذة في 46 صفحة. نعم. لذا عندنا كتب القراءات الشاذة، مثلا مختصر البديع لابن خلوي، المحتسب لابن جني، تفسير أبي حيان يرجع إليه في التوثيق القراءات الشاذة. نعم. وهذا الكتاب. نعم. أيضا آدابه يحتوي هذا الأبواب من 9 إلى الباب 31 مع إمكان الإدخال الباب السائل، ويدو أداب تلاوة القرآن، أداب الاستماع عليه، أداب القيام به إلى آخره من أمور الآداب الخاصة. نعم. بالقرآن الكريم. نعم. إذن من هنا دكتور علي ننتقل إلى كتاب آخر لأبي عبيد القاسم بن سلام، ألا وهو كتاب الأجناس. تفضل دكتور. بارك الله فيك أستاذ. والحقيقة ما وجدته عن كتاب الأجناس أنه نشر هذا الكتاب بهذا العنوان، كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى. هذا هو العنوان الكامل له، وهو الحقيقة كتاب مختصر من صنع أبي عبيد القاسم بن سلام. نشر بالمناسبة هذا الكتاب، نشره امتياز علي عرشي الرامفوري في بومباي في الهند عام 1938 ميلادي. ثم نشرته دار الرائد العربي ببيروت عام 1983. هذا الكتاب كتاب الأجناس هو عبارة على رسالة للإمام في اللغة والأدب وفيما اشتبه كما قلنا لفظه واختلف معناه. يعني يسمى مشترك لفظي دكتور؟ هو فيما اشتبه لفظه يعني في متشابهات ولكن المعنى مختلف. نعم. 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 وهذا في الحقيقة مستخرج من كتاب غريب الحديث الذي أشرنا له قبل قليل، وليس في الأصل كتابا مستقلا. عبارة على اشتمل هذا الكتاب على كثير من المعاني التي تخلو منها المعاجم العربية في الحقيقة والتي هي بين أيدينا اليوم. نعم. الرسالة نعم فيها من ألفاظها من المشترك اللفظي والذي هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين. يعني مثلا دكتور علي تفضلا منك تعطينا مثال من هذا الكتاب أو رسالة. بارك الله فيك. من أمثلة ذلك مثلا لفظ الكتوم. الكتوم. الكتوم يطلق على السر، يطلق على الليل، لفظ الكتوم يطلق على الناقة القليلة الرغاء، يطلق على الشراب الذي يذهب بالعقل، يطلق على الثلج الذي يستر الأرض. فكل شيء ستر شيئا في كلام العربي فقد كتمه. وهكذا مثال لذلك
مثال آخر إذا أذنتم وبقي وقت، لفظ الساق. نعم. فلفظ الساق في اللغة العربية يأتي بمعنى الشدة. العرب يقول قامت الحرب على ساقها، وليس للحرب ساق، وإنما هو مجاز أي شدة الحرب. نعم دكتور واضح. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس عن شدة، عن شدة هكذا. فيأتي الساق بمعنى ساق الشجر، ذكر الحمام وهكذا. نعم نعم دكتور حمدي، الآن الوقت تقريبا انتهى، سنتجاوز ونأخذ دقيقتين، دقيقة معك ونختم بدقيقة أخرى للدكتور علي. دقيقة مع كتاب الناسخ والمنسوخ، تفضل دكتور. كتاب الناسخ والمنسوخ وهو من الكتب المهمة في علوم القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. معلوم بأن النسخ عند المتأخرين يعني هو رفع الحكم الشرعي المعمول به بدليل شرعي متأخر عنه. أما الناسخ والمنسوخ عند أبي عبيد فهو قد سار فيه على نظام أهل السلف، والسلف كانوا يتوسعون في مفهوم الناسخ والمنسوخ، فكانوا يدخلون فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبين المجمل، يدخلونه تبعا للناسخ والمنسوخ مع الناسخ والمنسوخ الذي قال به المتأخرون. لذا نجد عدد الناسخ في الآيات عند المتقدمين كثيرا لإدخالهم غير المتعارف عليه عند المتأخرين. الكتاب منهجه في الكتاب اعتنى بالإسناد، ليس في الكتاب حديث أو أثر إلا وجاء مسندا إلى قائله ما عدا القليل. قسمه أبوابا تبعا لأبواب الفقه، بدأ من الصلاة إلى آخره، بلغت أبواب الكتاب 29 بابا، يعرض في الغالب مسائل الخلاف عرضا علميا، يورد فيه قول كل فريق وأدلته، مناقشا أحيانا أدلة الخصوم، مرجحا بالأدلة الثابتة ما يرى أنه المختار، ويشبه طريقة الإمام الطبري في تفسيره، لأن المشاهد الكريم يعرف تفسير الإمام الطبري. نعم. لكنه يقول عندما يذكر الرأي الراجح يقول قال أبو عبيد. نعم. بأقل من دقيقة تكرما منك دكتور علي، تختصر لنا في هذه الدقيقة أو الأقل منها كتاب الأمثال. طيب سريعا، كتاب الأمثال كما ورد عنه وهذا ما ذكره الخطيب البغدادي، قال أنه كتاب الأمثال لأبو عبيد، قال سبق في ذلك عدد من البصريين والكوفيين، وهو كتاب رائد في الحقيقة، فريد في بابه، سبق بعدة كتب في الأمثال لكنه فاقها جميعا، بل فاق ما جاء بعده من كتب، اعتمد فيه على أربعة كتب في الأمثال، هي كتب الأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة والمفضل الضبي، لكن فاقها جميعا بحسن التبويب الذي قام به. أهم نقطة أشير إليها في هذا الكتاب أنه لأهمية هذا الكتاب في الحقيقة، فاق كما قلنا جميع ما سبقه وما لحقه، واشتغل به العلماء لشهرته، وظل لمئات السنين المرجع المفضل في الأمثال العربية والمصدر الأوثق والأصدق لها. بارك الله بكم. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور علي بن العجمية العشي، بن العجمية العشي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة قطر. بارك الله بكم دكتور. شكرا، بارك الله فيكم سيدي، شكرا لكم. حياكم حياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة عنوانها هذا الأسبوع أحرف العرض. ألا تزورنا فنشرح لك قصة هذا المعرض؟ معرض؟ معرض ماذا؟ إنني لا أرى أي بضاعة في هذا المعرض. بل هو معرض خاص لحروف الأرض. انظر إليها. ألا؟ أنا؟ لو. عندنا في اللغة العربية ثلاثة أحرف دعاها النحويون حروف الأرض، وأنا مسؤول عنها. ألا تزورنا فنأنس بك؟ ألا حرف عرض.
أما تنزل عندنا ضيفا فنسر بك؟ أما حرف عرض، لو ترافقنا فنخفف عنك، لو حرف عرض. ماذا لاحظت؟ لقد لاحظت يا سيدي أن حروف العرض كلها رفق ولطف ولين. وهذه هي ميزة حروف العرض، إذا تأملتها وجدت كلا منها يتضمن طلبا برفق ولين. ألا تزورنا فنأنس بك؟ أما تنزل عندنا فنسر بك؟ لو ترافقنا فنخفف عنك؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع: العلم وفضله وأنواعه. حياكم الله في البيان القرآني، ونبدأ بالسؤال دكتور حمدي عن العلم وفضله، حدثنا عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحقيقة وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل العلم والحث عليه، من ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومثل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه يعني آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يزيده علما، وهو النبي الموحى إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أشد خشية لله من غيرهم. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العابد غير العالم، لأن العالم الأصل في العالم أنه عالم عابد، صحيح، هكذا في العالم، بخلاف عصرنا الآن. يعني في الأصل العالم أنه عابد، ولذا يعني نرى العلماء السابقين ومكانتهم لهذا الأمر. صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أي يدعون على معلم الناس الخير. لماذا يدعون لهم؟ لألهمهم الله عز وجل بأن يدعو لمعلم الناس الخير، لأن العلماء يعني يعلمون الناس الإحسان إلى كل شيء. فما دام العالم يعلم الناس الخير والإحسان إلى كل المخلوقات، ألهم الله عز وجل هذه المخلوقات أن تدعو لهذا، أو أن تدعو هذه المخلوقات أن تدعو لهذا العالم بالخير، وأن تدعو له بكل يعني فضيلة. طيب، نعم. من هنا دكتور، ما أصلاف الناس بالنسبة للعلم؟ في الحقيقة الناس ثلاثة بالنسبة للعلم. نعم. أقولهم ثم أذكر الحديث. يعني المرتبة الأولى أو الصنف الأول الفقهاء. نعم. وهم الذين تلقوا الهدى أو تلقوا العلم وفهموه وعلموه لغيرهم. نعم. الصنف الثاني الحفظة أو الحافظون الذين يحفظون وينقلون لغيرهم دون فهم، وهؤلاء حفظوا النصوص ونقلوها لغيرهم. والصنف الثالث العوام الجهلة. الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. نعم. العلماء المهتدون الذين فهموا وعلموا. نعم. وكان منها أجادب أمسكت الماء. أجادب يعني مثل الأرض الصخرية، ينزل المطر فتمسك الماء، يشرب منها الناس ويشرب منها الحيوان وغير ذلك. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، الصنف الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الصنف الثالث. نعم. فلذا العلم، ولذا العلم يرفع بيوتا لا إمادة لها كما قالوا. صحيح. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لماذا؟ لأن العلماء بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. نعم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في فائدة العلم: نعم، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانه. هذا في فائدة العلم. إذن في أقل من دقيقة دكتور، ما حكم طلب العلم؟ إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم طبعا مختلف، ما العلم الذي هو فريضة؟ طبعا الإمام الغزالي يرجح بأن العلم الذي هو فرض هو علم معاملة العبد لربه. طبعا من الأمور التي هي فرض الوقت، الإنسان إذا ما بلغ وصار واجبا عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. صار عنده نصاب الزكاة، وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. صار مستطيع للحج، وجب عليه أن يتعلم مناسك الحج. لكن الإنسان متخصص مثلا في تخصص ما، هذا التخصص حتى وإن كان من علوم الكفايات، من فروض الكفايات بالنسبة لغيره، صار فرض عين بالنسبة إليه، يجب أن يصل فيه إلى درجة الإفتاء. صحيح. ليفيد الأمة الإسلامية فيه. نعم. يعني مثلا متخصص في الرياضيات لابد أن يصل فيه إلى درجة الإفتاء. تخصص في الزراعة لابد أن يصل فيه إلى الدرجة التي فيها يكون منتجا، يكون عالما مفتيا، يستفتى في هذا التخصص. وفرض عين عليه، فرض عين، فرض كفاية على غيره، على غيره. نعم. نعم. بارك الله بكم أستاذنا. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. حياكم الله وبارك بكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. ومسك الختام سيكون مشاهدينا مع فقرة سيرة عالم. اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا عبيد القاسم بن سلام العالم الموسوعي، في رعاية الله. القاسم بن سلام العالم الموسوعي هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي، مولى للأزد من أبناء خراسان، الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. ولد أبو عبيد في هرى بإقليم خراسان، وسافر إلى البصرة لطلب العلم، ثم قدم دمشق، وبعدها سكن بغداد، ثم قدم مصر. أبو عبيد من علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب الكوفيين، ورواة اللغة والغريب عن البصريين والكوفيين والعلماء بالقراءات. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبيد القاسم بن سلام مما يزداد عندنا كل يوم خيرا. وقال أبو العباس ثعلب: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. وقال ابن خلكان: اشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع.
ترك أبو عبيد وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات، من ذلك الغريب المصنف، ويعد أول معجم عربي كبير مرتب على الموضوعات. غريب الحديث، صار كتابه هذا إماماً لأهل الحديث، به يتذاكرون وإليه يتحاكمون. فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، ويقوم في معظمها على رواية الحديث النبوي. الأجناس، من كلام العرب فيما اشتبه لفظه واختلف معناه. الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. وكتاب الأمثال. توفي أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بمكة، ودفن فيها سنة 24 و200 من الهجرة، وقد بلغ 67 سنة.